بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 22. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مواصلة لما سبق من الكلام على الآيات، أولما أصابتكم مصيبة، إلى قوله تعالى وإلى قوله سبحانه وتعالى: قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وقد وصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، أي أهل النفاق الذين رجعوا عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، أنهم من جملة نفاقهم أنهم يخذلون أهل الإيمان، يخذلون أهل الإيمان، فلا يكتفون بانخذالهم هم وقعودهم عن الجهاد في سبيل الله، بل يخذلون غيرهم من أهل الإيمان ويرجفون بهم، يريدون أن يثنوهم عن الجهاد في سبيل الله ومناصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا لإخوانهم، يعني في النسب لا في الدين، لأن المنافق ليس أخا للمؤمن في الدين، وإنما هو قد يكون أخا له في النسب، لأن هؤلاء المنافقين أغلبهم من الأنصار. فمعنى قالوا لإخوانهم أي في النسب ولجيرانهم في المدينة، قالوا لإخوانهم وقعدوا، قعدوا هم عن الجهاد في سبيل الله، وأرادوا من المؤمنين أن يقعدوا معهم وأن يتركوا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه طريقة دعاة الضلال، أنهم دائما يدعون إلى الضلال، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، كما ذكر الله عن المنافقين في سورة التوبة. فهم قعدوا عن القتال وأرادوا من المؤمنين أن يقعدوا ويتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا، لو أطاعنا هؤلاء الذين قتلوا في أحد واستشهدوا في أحد، لو أطاعونا ما قتلوا لنجوا من القتل. فلو أنهم أطاعوا مشورتنا عليهم ولم يخرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وبقوا في المدينة كما بقينا وقعدوا كما قعدنا، لسلموا من القتل، هكذا يقولون. الله جل وعلا رد عليهم بقوله: قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أي إذا كنتم تظنون أنكم نجوتم من الموت بسبب قعودكم وتخلفكم عن الجهاد، فإن هذا لا يغني عنكم شيئا، فالموت لا بد أن يدرككم. فإذا كنتم تزعمون أنكم تدفعونه عن غيركم بقولكم لو أطاعونا ما قتلوا، فادرأوا عن أنفسكم إذا جاءكم الموت، فإنكم أولى أن تدفعوا الموت عن أنفسكم من أن تدفعوه عن غيركم. وهذا كما سبق في قوله: الذين قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. فيكررون هذه المقالة ويرددونها، والله جل وعلا رد عليهم برد حاسم ومفحم، فقال لهم: إذا كنتم تزعمون أنكم تدفعون الموت والقتل عن غيركم بقولكم لو أطاعونا ما قتلوا، فادفعوا الموت عن أنفسكم إن كنتم صادقين في هذه المقالة. وهم لن يدفعوا الموت عن أنفسهم. قال تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه
فإنه ملاقيكم. قال سبحانه وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال سبحانه وتعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فمن قدر عليه الموت أو القتل في مكان فلا بد أن يبرز إلى هذا المكان في وقت حلول أجله ولا يتخلف عنه. قال تعالى: فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإيمان واليقين والثبات على الحق. والآن نريد أن نستجلي من هذه الآيات ما يتيسر لنا من فوائد وأحكام. فيؤخذ من هذه الآيات أن المصائب بقضاء الله وقدره، وهي بسبب أفعال العباد، هي بسبب أفعال العباد، فيجتمع فيها الأمران ولا تناقض في ذلك. فهي بسبب أفعال العباد عقوبة لهم وتنبيها لهم، وهي بقضاء الله وقدره لأن الله قدر أنهم يفعلون هذه الأشياء فيحل بهم ما رتبه الله على تلك الأفعال، فلا يخرج ذلك عن قضاء الله وقدره. ففي هذا الإيمان بالقضاء والقدر، وأنه يدخل فيه ما يحبه الناس وما يكرهه الناس مما يجري عليهم، فكل ما يجري في هذا الكون فهو بقضاء الله وقدره، من المحبوبات والمكروهات، ومن الخير والشر، ومن الإيمان والكفر، ومن الطاعة والمعصية، كل ذلك بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. ويؤخذ من هذه الآيات عموم قدرة الله، وأن الله سبحانه وتعالى قادر على نصر المؤمنين، قادر على نصر المؤمنين بعدما حل بهم من النكبة، وهذا مما يبعث في قلوبهم الأمل في الله عز وجل وعدم الياس والقنوط. إن الله على كل شيء قدير، كما أنه قادر على معاقبتهم إذا هم تسببوا في ذلك، فإن الله قادر على ذلك، لا يمنعه شيء سبحانه وتعالى. ويؤخذ من هذه الآيات جواز الاحتجاج بالقضاء والقدر على المصائب، فإذا أصاب الإنسان شيء مما يكره فإنه يعلم أن هذا بقضاء الله وقدره، فلا يجزع ولا يتسخط، ويرجع على نفسه باللوم ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يحتج بالقضاء والقدر على الذنوب والمعاصي، بل على العبد أن يتوب إلى الله، وإن كانت بقضاء الله وقدره، لكن على العبد أن يتوب منها ويستغفر ويرجع عن الخطأ. هذا هو المطلوب من العبد، وهذا بقدرته واختياره ومشيئته وإرادته، يقدر أنه يتوب، ويقدر أنه يعمل الطاعة، ويقدر أنه يفعل الخير، فعليه أنه يستعمل قدرته ويستعمل ما يستطيع من فعل الخير وترك الشر، ولا يحتج بالقضاء والقدر. احتجاج بالقضاء والقدر إنما هو على المصائب التي ليس للعبد قدرة على دفعها، لأن ما قدر الله كان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شيء
فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.